جديدة من حلقاتنا. طبعاً احنا نريد نرجع بس صبر يقول لازم نروح لل البيتش الشمال ساوث هيفن. لا رحنا النورث هيفن ساوث بيتش. رحنا النورث بيتش بس متوجهين الساوث بيتش. مدينة طبعا جدا جدا صغيرة, والغريب بها انه يعني تغلق الساعة 11. يعني كل هاي المدينة, هاي هي المدينة خلاص, يعني المدينة هي شارع واحد فقط, شارع واحد. والغريب انها يعني تغلق المحلات, تغلق الحركة تماما, تتوقف الساعة 11. تجهين نحو الساحل, شفنا الساحل الشمالي والآن تجهين نحو الساحل الجنوبي قبل ما نغادر المدينة. هذا الساحل الجنوبي. تقريب الساحل الجنوبي هو مكان المرسى السفن, وهذه السفن يعني مو تجارية, سفن يمكن مالتيك يعني تنزه واستجمار. قبل 100 سنة كان كذا, يعني كان يعني طريق الشيكاغو, الطريق يعني سفن تجارية. هذا الخيط الفاصل بين الساحل الشمالي والساحل الـ الجنوبي. ليلوكا شو رأيك بالمكان ديدو؟ حلو على المايك إذا عند البحر. إيه. البحر كلش وحلو بس كلش بارد. البحر؟ يا. ليه؟ أنا ما أدري. لا تقول لي ليش صرحة. لا تقول لي ليش صرحة بالبحر. لما كل حد كان تشتيقات يعني من الفستيفال. الفلاج الآن صار أصفر, معناها ممكن واحد يفوت للسباحة بس عليها مسؤول. شكرا حلقة جديدة من حلقاتنا. أنا اليوم راح أحكي عن أبديت بسيط عن حياتي. فأني lately يعني قبل فترة بسيطة قدمت على هندسة معمارية, هندسة مدنية وصيدلة. الحمد لله انقبلت. هسه حاليا قاعدة أقدم على فحص عيون أو طب عيون. هو يعني profession موجود بأمريكا وبكندا, موجود بالعالم العربي. هذا البروفيشن اللي أنا أحس إنه يعني أريد أسويه بالمستقبل. هذا الشيء اللي أنا أحب أسويه بالمستقبل. فهسه أنا قدمت, الأسبوع الجاي عندي مقابلة وكاليفورنيا هالمقابلة, ونشوف يعني نشوف إذا أنا راح أنقبل أو ما راح أنقبل. فأنا حسوي أبديت لكم فيما بعد. طبعا دولة مجازفين طابين بالمي. وكنت اقول ليش يعني عدد المفقودين بالمشيغان اكثر من اي مكان ثاني.
يعني احنا لازم نرجع لان عندنا يعني اشغال حضرها اليوم الاثنين وشموسه عندها امتحان. وصلنا لنهايه هاي الحلقه، اتمنى انه عجبتكم. احنا هسه بطريق الرجعه وراح اروح للبيت وراح نبلش اسبوع جديد من الدراسه. لا تنسون تخلون الفيديو ثامز اب وتكتبون بالكومنت اذا انتم تروحون لاي مكان بالعطل مالتكم شو تسوون. واي مع السلامه، باي. يلا يقولهم ماما باي. باي باي. يلا بابا شنو باي. ها راح الغي المقطع.